أقيم في كنيسة العائلة المقدسة ببيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس مار منصور شفيع راهبات المحبة، الذي كرس حياته في عمل الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديس مار منصور ديبول أب الفقراء، ترأس الأب خليل مارون رئيس دير الموارنة في القدس قداسا احتفاليا في كنيسة العائلة المقدسة في وسط مدينة بيت لحم، بمعاونة عدد من الكهنة والراهبات وجمع من المؤمنين. وفي وعظة الأب مارون الذي أشاد بالقديس منصور والذي يعرف بأبي الفقراء وشفيع راهبات المحبة، والذي كرس كل وقته في سبيل عمل الخير والتضحية لخدمة الفقراء والمحتاجين والمهمشين والمحرومين من كنف الأمومة والأبوة، وحث على العيش برسالة القديس منصور ديبول. وعبر الأب خليل عن فرحته بوجود جمعية مار منصور في العالم أجمع. ونحن اليوم موجودين هون عند راهبات المحبة اللي هن عندهم الكراش مثل ما بيقولوا له. الكراش هو راهبات بيستقبلوا أولاد صغار طفالة يعني من جمعة لست سنين، بياخدون يعني بيكونوا راهبات لأنهم كأمات بيهتموا فيهم، بيطعمون بينيمون لحتى يصير عمرهم 6 سنين. أكيد هذه المؤسسة أسسها مار منصور ديبول وقت يلي كان بفرنسا، كانوا يتركوا الأهل الأولاد على باب الكنائس، أراد أنه راهبات المحبة يهتموا بهالولاد الصغار يلي متركين وما عندهم حدا، وهيدا الشيء دفع الراهبات على أنهم يتبنوا هالولاد محبة بيسوع المسيح. هو يلي ولد على هالأرض كفقير، كان أكيد كان المهم أنه هالرسالة تكون موجودة كمان برهبات المحبة مع مار منصور. هو يلي من الأول اختار الأشخاص الأقل فقرا، الأشخاص يلي متروكين مهمولين ما عندهم حدا، هيدا هو حب يسوع المسيح وحب يخدم يسوع المسيح بهالأشخاص، وكان يشوف يسوع المسيح من خلال هالأشخاص الفقراء يلي ما عندهم حدا. وها هن راهبات المحبة اللواتي يعتنين بأطفال حرمتهم الدنيا العيشة ضمن عائلة وبغض النظر عن الدين واللون والعرق، وهن أيضا اللواتي سرنا بنفس طريق مار منصور. واليوم عندنا عيد المؤسس الرهبني مار منصور، ومار منصور رجل مشهور بالكنيسة بخدماته الإنسانية وبتضحياته وبمؤسسة راهبات المحبة والآباء العذريين يلي هن أسس الرهبات سنة 1631 لخدمة الفقراء، وانتشروا بالعالم أجمع لخدمة كل المحتاجين، لخدمة الإنسان المريض المحتاج المهمش الفقير، وكمان للأطفال يلي محرومين من جو عيلة. وهون كراش مار منصور ببيت لحم هو بيستقبل كل الأولاد يلي تركون أهلهم أو صار مشكلة معينة أو هن مرضى، وبيربون وبيهتموا فيهم. بالإضافة إلى في مشفى هو مشان الولادة. رهباتنا هون بالمنطقة معروفين بالخدمات الاجتماعية والإنسانية، ومش بس عنا هون، عنا عدة إدارة بالمنطقة بيهتموا بالمعاقين، بيهتموا بالخدمات الاجتماعية، وكل هالخدمات بتأدي
لاحترام ومساعدة الإنسان الفقير. وفي ختام القداس هنأ الأب مارون الرهباطي على تضحيتهن لتربية أطفال مؤسسة الكريش. وبعد القداس أقيم حفل استقبال لجميع المدعوين في قاعة الكنيسة. نحن اليوم عالم اليوم كتير كتير بحاجة إنه نشوف شخص زي مار منصور، لأنه كل العالم اليوم بيجري وراء القيادة وراء السيادة، والعنف اليوم كتر بشكل رهيب، اللي فيه كتير صار مشردين وكتير صار فيهن المحتقرين واللي بحاجة إلى يد حنان. وإن شاء الله يكون بين الناس يطلع لنا شخص اللي هو يكون شخصية، ياخد شخصية مار منصور اللي كله حب، اللي عارف كيف إنه من منذ زمن طويل عارف إنه اليوم الشؤون الاجتماعية، إحنا متغنى بالشؤون الاجتماعية، لكن هو بقول هو مؤسس الشؤون الاجتماعية. وإن شاء الله اليوم نلاقي السيد المسيح بوجوه كل فقير، نشوف نتعامل مع الناس بإنسانية، لأنه نحن اليوم عالمنا فقد الإنسانية وأصبحنا أكثر من الوحوش. فإن شاء الله بقول كل عام بخير، وبتمنى بتمنى بتمنى انه زي ما كيف هالرهبات حاضنين هالاطفال، نلاقي مؤسسات اخرى اللي تلمها الاطفال اللي بحاجة لحماية وصيانة، لانه بالسيد المسيح حدا اشتغل عليه لما اتى اللي يدعو للملكوت، الملكوت الله هو ملكوت المحبة، ملكوت مشيئته. المزبوط لما بنحكي عن الكريش بنعرفش من نبلش وين ننهي، لانه هذا جهد عمره تقريبا 350 سنه و140 سنه بالاراضي المقدسه. طبعا الكريش هو المؤسسه الوحيده في اراضي السلطه الفلسطينيه في الوقت الحالي اللي بيشتغل لرعايه شريحه من الاطفال اللي هم اطفال معنفين، اطفال متروكين، بنقدر نحكي اطفال مجهولين الابوين، اطفال غير شرعيين بيولدوا خارج اطار الزواج، واطفال اللي بيجوا من قضايا من بيوت اللي هي مفككه، بنحاول نعطيهم فرصه ثانيه يعيشوا حياتهم ويعيشوا حقوقهم. فهذا الشيء اللي بنحاول نسويه بهذا المحل. طبعا لما بنحكي عن رهبات المحبه وحضانه عائله المقدسه وارساليه مار منصور، ما بنحكي بس عن الكريش، بنحكي عن بصمه اجتماعيه وطبيه وتربويه كثير كبيره في كل الاراضي المقدسه. احنا عندنا بيوت بالناصره، بحيفا، بالقدس، واكيد في بيت لحم في اراضي السلطه الفلسطينيه. للنرسات مارلين الحدوى من كنيسه مستشفى العائله المقدسه بيت لحم.